السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الجوع، وعرفنا ان الجوع ليه مراتب في اللغة، او مراتب الحاجة للطعام في اللغة. اولها الجوع، ثم السغب، ثم الغرس، ثم الطوى، ثم المخمصة، ثم الضرم، ثم السعار. وذكر في القرآن الكريم الجوع 5 مرات، وذكر المسغبة مرة، وقلنا ان السغب هو الجوع مع تعب، وده شيء مؤقت، وذكر في القرآن الكريم باليوم، وده معناه ان هو مدته مش طويلة. اما المخمصة واللي رخص فيها ان الله سبحانه وتعالى لعباده انهم ياكلوا المحرمات من الأطعمة في حال المخمصة، لانه فيها ضرر على الجسم. واحنا قلنا في المخمصة انه الانسان ياخد قدر الحاجة، عشان المحرمات دي احيانا في المجاعات، في الحروب، الناس بتضطر تاكل الميتة، والميتة بيبقى فيها كثير من السموم او الميكروبات، وفيها خطر على صحة الانسان. فاذا اكل القدر اليسير اللي يسد رمقه، هيقدر الجهاز المناعي بتاعه يتعامل معاها، لكن لو أسرف فيها يعني هتتكتل عليه بقى الميكروبات دي، وتنهي حياته أو تنقذ بنيته. الجوع كمان والشبع ليهم كده مقياس، المقياس ده بيعرفني أنا جعان قد إيه. وقلنا عندنا أنواع من الجوع، جوع حقيقي وجوع عاطفي. الجوع الحقيقي اللي هو لما المعدة تفرغ من الطعام والجسم يحتاج إلى طاقة، المعدة تبعت إشارات للمخ، وبعد كده المخ يعمل التدابير اللازمة عشان الإنسان يروح يبحث أو يدور بقى على الأكل عشان يدخل الطعام للجسم. ده ببساطة. الوضع الطبيعي إنه دايما الإشارات تطلع من المعدة وتروح للمخ، المعدة هي اللي بتفضى، فتبعت إشارات للمخ إنه خلاص في فراغ فيها وهي محتاجة طعام. الوضع الغير طبيعي إن إحنا ممكن نجوع والمعدة فيها أكل، وده أنواع كتير من الجوع اتكلمنا عليها. قلنا العين ممكن تشوف طعام والمعدة مليانة أكل، لكن الطعام ده يعجبنا ويبقى عندنا رغبة ان احنا ناكله، احنا مش جعانين ولا حاجة. طيب ممكن الكلام واحنا بنتكلم عن الاكل، احنا في العادة حتى واحنا قاعدين وحد بيتكلم على الاكل وبيمدح فيه وبيوصف، نقول له ياه انتوا جوعتونا، مع ان احنا ممكن نبقى لسه اكلين. الشم نفس الموضوع، يعني كل الحواس بتاعتنا ممكن يبقى ليها علاقة بالرغبة في تناول الطعام، على الرغم ان المعدة ممكن يبقى فيها اكل. فالجوع الحقيقي ليه صفات، قلنا اول حاجة انه يكون عدى عليه وقت، واحنا قلنا الاوقات الاساسية لتناول الطعام كما ورد في القرآن الكريم في الآية 31 من سورة الأعراف، يقول الحق سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهيكون بين كل وجبة وجبة في تباعد، تمام. طيب حاجة تانية في الجوع الحقيقي، إن الإنسان لما بيبقى المعدة فاضية وعنده شعور بالجوع بيأكل أي حاجة وبعدين بيشبع. اما لو احنا جينا للجوع العاطفي، ده بيجي في اي وقت، ممكن المعدة تبقى مليانة وبرضو بيلح علينا نوع معين من الطعام، وغالبا بيكون اكل غير صحي، يا اما حلويات يا اما شوكولاتات او اي نوع من انواع جانك فود اللي مش فيها مغذيات. لازم الانسان يفرق. في عندنا في الجوع العاطفي احيانا بعض الناس اللي عندها قلق وتوتر، عندها اكتئاب، بتحاول يعني تعوض الفراغ العاطفي ده والمشاعر السلبية بتاعتها بالأكل، وبعد كده طبعا تراكم المواد في البدن ده بتسبب مشاكل، وبعدين بعد ما ياكل يندم
ما يرجع تاني يدخل في دايرة اكتئاب ويرجع ياكل تاني ويدخل في دايرة مش عارف ما يعرفش يطلع منها. فالإنسان يسمع صوت جسمه، ده مهم جدا. لو احنا عندنا مشكلة مع الأكل، أفضل حاجة إن أنا أرجع كل حاجة لطبيعتها الأصلية. الطفل الصغير زي ما قلنا، أو الطفل أو المواليد، بينزل يرضع شبع خلصت، ما تقدريش تديله حاجة تانية. أما اللي بنرضعهم صناعي ده ممكن نديله زيادة وبعد شوية ياخد أكتر من احتياجه، وعشان كده بنلاقيهم بيبقوا متختخين كده. طيب عندنا بعد كده مقياس للجوع والشبع. أعرف منين درجات الجوع دي، واللي مفروض في توقيت معين أروح أكل فيه. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال لابنه قاعدة مهمة جدا للصحة: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم إلا وأنت تشتهيه. هو مش عايزه يشبع، مش عايزه يملأ بطنه للآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن بها صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لابنه قاعدة مهمة جدا في الصحة: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، يعني خلاص المعدة مبقاش فيها حاجة. وده مش هيحصل لما يكون في تباعد بين الوجبات. الحارس بن كلدة الثقفي قال: أكتر حاجة مؤذية للجسم هي إدخال الطعام على الطعام. فقال: إدخال الطعام على الطعام مهلكة للأنام. ليه؟ لأن أنا ما بدخل طعام على طعام، ده بعمل تراكم للمواد في البدن، وبالتالي بتظهر الأمراض. أول حاجة اللي هي الدرجة الشديدة جدا من الجوع، ان الواحد حاسس ان هو دايخ وتعبان جدا، وممكن يكون بيترعش، يعني يقولك انا برجف من كتر الجوع. وبعدين تيجي مرحلة بعديها كده في صداع، بس يعني مصدع، انا جعان جدا لدرجة ان انا مصدع. المرحلة اللي بعدها من الجوع اللي هي اخف شوية دي، الواحد حاسس انه جعان جدا، بطنه عمالة تعمل أصوات. وبعدين في عندنا مرحلة اللي هي مرحلة الجوع اللي هي الطبيعية، وربنا سبحانه وتعالى قال لأبينا آدم في جناته، قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ألا تجوع، ما قالوش تشبع، لا، ألا تجوع. تمام. بعدين يجي عندنا مرحلة لا احنا جعانين ولا شبعانين، نبدأ ناكل الأكل. المرحلة الأولانية أو المرتبة الأولى اللي هي لقيمات يقمن بها صلبه، بيقوم خفيف خفيف كده، وبعدين يزود شوية، ودي محمودة برضو، اللي هي الزيادة دي الخفيفة اللي هتساعد في إنه يكون عندنا شوية جلايكوجين في الكبد والعضلات، نستخدمهم وقت الصيام، او حاجة بسيطة من الدهون دي محمودة عشان الناس اللي بتقيم الليل او بتصوم اثنين وخميس او بتصوم يوم بعد يوم، يبقى عندهم الطاقة المخزنة اللي ياخدوها وقت الصيام. ما هو هنا بقى مش هياكل عند كل مسجد، لا، ده هياكل مرتين بس، مرة في السحور ومرة في الفطار، فهيبقى محتاج طاقة مخزنة. هيجيب الطاقة المخزنة دي منين؟ يبقى من ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. اذا اكل اكتر من كده هيبدأ يدخل في مرحلة او مرتبة الاسراف اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها، انه لا يحب المسرفين. هذا قول الله سبحانه وتعالى في الآية 31 في سورة الاعراف. طيب الاسراف بقى حده هو النبي صلى الله عليه وسلم بينه، اللي أعلى من ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، خلاص دخلنا كده في الإسراف.
عشان الناس اللي بتسأل على حد الإسراف ايه، وحد الإسراف هيختلف من واحد للتاني. واحنا قلنا الاحتياج في الطعام مختلف من واحد للتاني حسب السن، راجل ولا ست، مرحلة طفولة، مرحلة بناء، مرحلة مراهقة، مرحلة بناء، العمل بتاعه مكتبي ولا عنده نشاط عالي قوي بيشتغل كتير وبيبذل مجهود كبير. كل دي حاجات بتخلي كمية الأكل اللي احنا بناكلها مختلفة، وحتى نوعية الأكل نفسها ممكن تختلف من واحد للتاني. وعشان كده بنلاقي الإعجاز في الكلمات البسيطة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات ولكنها منهج متكامل، أكلات يقمن بها صلبه، كلام دقيق جدا يقمن بها صلبه. ده معناها إن هذه الأكلات لازم تكون متنوعة، يعني فيها الكربوهيدرات اللي هو مصدر للطاقة، فيها الدهون الصحية، البروتين الحيوي، الفيتامينات، الأملاح المعدنية، الألياف، مضادات الأكسدة، كل ده يبقى موجود فيها عشان تقيم الصلب. لازم توفر له كل احتياجاته من الغذاء، أكلات يقمن بها صلبه، ولا زيادة ولا نقصان. فإن كان لا محالة هندخل بقى على مرحلة الامتلاء جزئيا أو الشبع، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذا إحنا تخطينا هذه المرحلة أو هذه المرتبة دخلنا في الإسراف. نيجي بقى لنقطة مهمة، هو الإسراف مكروه ولا الإسراف حرام؟ بعض علمائنا قالوا إنه مكروه، والبعض الآخر قالوا انه هو حرام. طب ما تيجوا نشوف كده مع بعض، واحنا نشوف قلبنا بيقول لنا ايه. كتير مننا كنا بنعدي على الآية دي، وانا واحدة منكم، وعمري ما تخيلت ابدا انه ممكن يكون لما اكل شوية مكرونة زيادة ولا شوية محشي زيادة. انتوا عارفين في اكلات كده ما بكناش بنقوم لما نمسح الحلل، ان ده يبقى حرام، ان ده يغضب ربنا سبحانه وتعالى مننا، ان ده ناخد عليه ذنب ومحتاجين ان احنا نستغفر ونتوب ونصوم كمان، لان علاج الاسراف هو الصيام. انا اخدت طاقة كتير، يبقى حلها ان انا اصوم عشان استهلك الطاقة دي، ملهاش اي تفسير تاني، ما ينفعش يكون لها اي تفسير تاني. وربنا سبحانه وتعالى كتب الصيام على كل الامم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالإسراف ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه. احنا قلنا في عقد إيماني بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، بنود افعل ولا تفعل، الاثنين لازم نكون ملتزمين بيهم. وأي عدم التزام ده معناه بيوقعنا في ان احنا بنغضب ربنا سبحانه وتعالى. فانه لا يحب المسرفين، ده نهانا الله سبحانه وتعالى عنه وحط له عقاب، انه لا يحب المسرفين ولا تسرفوا، ولا تسرفوا ده نهي في الاول. كلوا واشربوا ده امر، والاكل والشرب مهمين جدا لاستبقاء الانسان. وقلنا في فرق كبير جدا بين ان انا باكل عشان استبقائي وعشان صحتي، وبين ان انا باكل ان عشان ربنا سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا. هي هتقوم بنفس الوظيفة، وهيدخل الطعام وهيدخل الجسم واخد كل العناصر الغذائية اللي انا محتاجها والطاقة. في الحالتين الجسم هيوصل للنتيجة دي، لكن في جزء في حد هيساب لانه هو بياكل عشان ربنا سبحانه وتعالى قال له كل. فكل مرة بيجي ياكل هو في قلبه بيقول أنا باكل عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرني بذلك. ولما بينتهي عن الإسراف ما بينتهيش عشان الصحة، ولأ بينتهي عشان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تسرفوا، وعشان خايف إن ربنا سبحانه وتعالى ما يحبهوش. إنه لا يحب المسرفين هذا عقاب. لو احنا جينا عند المكروه مش مفروض يكون في عقاب.
العقاب هيكون على الشيء اللي هو ربنا سبحانه وتعالى مش عايزنا نعمله، محرم. فاحنا الاولى ان احنا ناخد هذا الباب. وزي ما قلت لكم الايه دي مرينا عليها كتير جدا من غير ما نفهم انه فعلا الاسراف في تناول الطعام مشكله كبيره، مشكله بتوقعنا في غلط، ان احنا في امر بننتهي ربنا سبحانه وتعالى بينهانا عنه ومع ذلك بنروح له وعادي، عشان كلنا بنعمل الذنب ده مش حاسين ان هو ذنب. وبعدين سبحان الله يا بنات، عارفين ذنوب كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى يعني خافي نتيجتها، ما بنبقاش شايف، يعني ما هياش مفضوحة الا هذا الذنب لما بناكل كتير وبنسرف، ربنا سبحانه وتعالى بيبينه علينا، بتتراكم الشحوم، بنتعب، بتتراكم المواد، وبيبقى واضح جدا ان احنا اسرفنا في شيء معين، اسرفنا في كربوهيدرات فتراكمت الدهون، اسرفنا في الدهون اتراكمت، اسرفنا في البروتين فبقى في نقرس، وهكذا. فالاسراف تحس ان هو يعني ليه اثر سلبي على الناحيتين. الاولى ان احنا ناخد ان الاسراف محرم، ده اولا هيحمينا. الناس اللي هي ما هياش عارفة تتبع نظام غذائي وتثبت عليه، لو هي اخدناها من الناحية دي خلاص هيرتدع، لانه كل ما هيفتكر انه لما ياكل زيادة ربنا سبحانه وتعالى مش هيحبه على طول هينتهي. يعني لو ما كانش الا الرادع ان احنا نبقى خايفين ان ربنا سبحانه وتعالى ما يحبناش، ونتذكر ان الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى مش بيحبهم المعتدين والظالمين والكافرين، هنخاف جدا ونخاف ان احنا نسرف. ده يعني ده ممكن يكون رادع لينا. يبقى بالنسبة للإسراف احنا يعني خلونا نيجي مع العلماء اللي حرموه لانه ليه عقاب. وطبعا كتير مننا في وقت من الاوقات اسرف وهو جاهل بهذه الآية او بفهم هذه الآية، مش متوقع ابدا ان يكون في عقاب للاسراف في تناول الطعام، وكنا معتقدين ان هو بس انا بظلم نفسي، والاسراف في ظلم للنفس والغير. الاسراف ظلم للنفس لان الانسان بيتعب ما بيكونش قادر يقوم بالعبادات، وظلم للغير لان احنا بنبقى مسؤولين، انا كأم ببقى مسؤولة عن بيت لما بتعب. ما هو الاسراف بيعمل تراكم للمواد في البدن، اللي يحصل في سمنة، مشاكل سكري نوع تاني، مشاكل امراض قلب مزمنة، ممكن ضغط دم يرتفع، مشاكل كتيرة جدا. ده بالاضافة ان زيادة المواد في البدن بتعمل حمل على القلب، بتعمل حمل على المفاصل، مبقوش قادرين الناس تمشي، مش قادرة تشتغل، وبالتالي بتأثر على الناس اللي هي مسؤولة عنها. يبقى فيها ظلم للنفس وفيها ظلم للغير، واعتداء على حقوق النفس واعتداء على حقوق الغير. يبقى المسرف هو كمان ظالم والمسرف معتدي. فالإسراف مشكلة كبيرة جدا، وزي ما قلت علاجه ان احنا اولا نتوب لربنا سبحانه وتعالى، نحاول نذكر نفسنا دايما ان الاسراف ده ذنب بيغضب ربنا سبحانه وتعالى فنبعد عنه، واذا وقعنا فيه يبقى بنستغفر ونتوب ونصوم، عشان الصيام زي ما قلت هو علاج الاسراف. الاسراف نتيجته بيكون تراكم المواد في البدن، تراكم الدهون في الجسم. الصيام هو اللي بيسحب الدهون دي من المخازن بتاعتها والجسم يستهلكها. مراتب الغذاء في الاسلام زي ما رتبها ابن القيم الجوزي رحمه الله على حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن بها صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ابن القيم الجوزي رتبهم ثلاث مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الحاجة، والمرتبة الثانية مرتبة الكفاية، والمرتبة الثالثة اللي هي الفضلة أو الفضيلة. الأولى مرتبة الحاجة اللي هي أكلات يقمن بها صلبه، يعني ولا زيادة ولا نقصان، يعني ولا ياخد الأكل ناقص عشان يحصل له الجوع الخلوي، وده اللي هنتكلم عليه، ان احنا نلاقي بعض الناس عندهم نقص في الحديد او فيتامين بي 12 او فوليك، فنلاقي عندهم انيميا وبعدين يشتكوا صداع وبعد كده العملية تتفاقم ما يقدروش يشتغلوا، فده نقص خلوي، ده نقص مش باين، ممكن يكون بياكل وبيملى معدته، وممكن يكون ناس اصلا عندهم تراكمات من الدهون وزيادة في الوزن لكنه بيعاني من الانيميا مثلا، فده بنسميه الجوع الخلوي. فبرضه ممكن نلاقي بعض الناس عندهم نقص كالسيوم، عندهم نقص فيتامين دي، فعندي نقص عناصر معينة، فده بنسميه الجوع الخلوي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الكلام دقيق جدا، أكلات يقمن بها صلبه، ما يكونش فيه ولا زيادة ولا نقصان، وهذه اللقيمات تكون متنوعة وتقيم الصلب، ما يبقاش في أي مشاكل. فدي المرحلة الأولى، يبقى مرحلة الحاجة إن أنا باخد غذاء متنوع كمية كافية توفي كل احتياجات الجسم من كل العناصر الغذائية، المغذيات الكبرى الكربوهيدرات اللي هي النشويات والسكريات والدهون الصحية، البروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف وكمان مضادات الأكسدة. نيجي للمرتبة اللي بعد كده اللي هي مرتبة الكفاية. مرتبة الكفاية ابن القيم الجوزي قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دي فيها زيادة شوية، والزيادة دي هتروح تتخزن في الكبد، إذا كانت كربوهيدرات هتخزن جلايكوجين في الكبد والعضلات، الجسم هيبدأ يستخدمها في بين الوجبات أو أثناء لما بنبقى صايمين، أو لو قدر الله لو حصل أي ظرف انقطع بينا السبيل إن احنا نوفر الطعام يوم يومين، فهيبدأ الجسم يتغذى تغذية ذاتية. عشان كده احنا بنلاقي بعض الناس ممكن تقعد كام يوم من غير أكل. طيب بياكل منين؟ من جسمه، بتغذى تغذية ذاتية، الأول على الجلايكوجين اللي في الكبد والعضلات، وبعد كده بيبدأ يسحب من الدهون اللي موجودة في الجسم، ولو طولت المدة أكتر من كده بيسحب من العضلات، وبعد كده ممكن ياخد من العظام. في آلية للاستبقاء. بعدين المرتبة الثالثة والأخيرة اللي هي الفضلة، اللي هي الزيادة بقى اللي أزيد من الشبع، وهي دي الخطيرة واللي مش مسموح بيها، اللي هي مرتبة الإسراف. هذه المرتبة فيها إنه الإنسان ياخد كمية كبيرة جدا، وإذا تعهدها بتبدأ تتراكم المواد في البدن حسب نوعها وتعمل مشاكل. بمعنى لو هو تعود ياخد كربوهيدرات بكمية كبيرة، هتبدأ في الأول تتكون جلايكوجين يتخزن كبد والعضلات، بعد كده يتحول إلى دهون ثلاثية، ويتكون يتحول لدهون تتخزن في النسيج الشحمي. إذا أخد كمية من الدهون زيادة عن حاجته نفس الموضوع، هتبدأ تتخزن. إذا أخد كمية كبيرة من البروتين، ده هيبدأ يأثر على الكلى، ممكن يأثر على يبقى عنده نقرس، تروح البلورات بتاعة اليوريك أسيد تترسب في المفاصل بتاعته، تعمله مشكلة في الحركة. فكل ما هياخد حتى الفيتامينات نفسها، عشان في ناس عندها سوء فهم لبعض الأمور، لما يسمع في أي يعني في وسائل التواصل الاجتماعي أو في التلفزيون أو في أي ندوة إن الفاكهة ده حاجة جميلة جدا، المفروض نكسر من الفاكهة. اقول لكم المثال ده عشان هو متكرر معانا كتير مع كتير من المرضى اللي بيجونا في العيادة، ما بياكلوش حاجات غير صحية،
وبيجي فعلا بيقول انا ما باكلش حاجه غير صحيه، يعني ما بياكلوش عناصر ملهمش علاقه بالسكر، شايلين الماء كل حاجه، لكن عندهم مشاكل، بيبقى عندهم مشاكل صحيه، بيجوا لنا بيبقى عندهم دهون مثلا على الكبد، بقى عندهم فيسرال فات كميه كبيره، او اللي هي الدهون الحشويه، يقول لك جت منين. كتير منهم بياكلوا كميات كبيره جدا من الفاكهه، سمع ان الفاكهه كويسه وجميله وغنيه بالفيتامينات والاملاح المعدنيه والالياف، فيعمل ايه؟ فاكر انه بيعمل كده صح، بيفطر فاكهه، بيجيب طبق فاكهه كده مشكل ويفطر فاكهه ويتغدى فاكهه، وبين الوجبات فاكهه، بياكل كميات كبيره جدا من الفاكهه، ما بياخدش في باله ان الفاكهه دي فيها كميات كبيره من السكريات، فيها كميه كبيره من الفركتوز، وبعدين يجي لنا بالدهون الحشويه. اي كان الماده اللي احنا بناكلها او الطعام اللي احنا بناكله، لازم يكون فيه اقتصاد او فيه قصد، لازم ناخد منه بدون اسراف، حتى لو هو صحي وحتى لو هو كويس جدا، ولا تسرفوا. اي ماده هناخد فيها، سواء احنا بنصرف في الكميه الكليه او بنصرف في نوع واحد من الأطعمة، ده هيعمل مشكلة، فنخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا، ان كل الأكل اللي احنا بناكله لازم يكون في قصد فيه، لازم ناخده بدون إسراف، حتى مرحلة الشبع نحاول لا نتعهدها. الناس اللي ما بتقدرش تصوم لا تتعهد الشبع، لان احنا لو تعهدنا الشبع اللي هو ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، برضو هتتراكم بعض المواد، فلو ما كناش بنستهلكها في فترات الصيام او التباعد بين الوجبات، ده ممكن يعمل مشكلة. نخلي بالنا ان الاسراف او اذا تراكمت الدهون في الجسم لازم نصوم. طيب، عندنا بعض الناس ما بيصرفوش في الاكل، لكن برضو بتتراكم المواد الغذائية في جسمهم، يبقى عندهم دهون زيادة، ممكن يبقى عندهم بعض المشاكل، يقولك الحرق عندي قليل، زي مين؟ زي مرضى النقص نشاط الغدة الدرقية، او الناس اللي هي شايلة الغدة الدرقية، دول هما بيقولوا ان احنا بناكل كميات قليلة لكن بنزيد. الحقيقة ان اللي بيحصل ان احنا لو عندنا مشكلة مرضية او بناخد اي ادوية من الادوية اللي هي بتزود الوزن زي الكورتيزون، نخلي بالنا من النقطة دي، او الناس اللي هي بتاخد هرمونات، بالنسبة للسيدات اللي هي بتحتاج انها تاخد دواء هرموني، برضو كل الحاجات دي نخلي بالنا من الاكل بتاعنا كويس جدا. اذا لقيت وزني بيزيد، يبقى اعرف ان انا برضو باخد اكتر من احتياجي، اقلل المواد بتاعه الطاقه واحاول ازود، اذا انا يعني عايز احس بالشبع اكتر احاول ازود. عندنا القضب اللي هي الخضروات الورقيه، لان الخضروات الورقيه ميزه فيها ان هي كميه السعرات فيها قليله جدا، تكاد تكون ما فيهاش دهون، وكمان الكربوهيدرات اللي فيها بتكون ضئيلة جدا، تكاد تكون مش موجودة، فهي عبارة عن فيتامينات واملاح معدنية والياف ومضادات اكسدة، يعني حاجة معززة للمناعة. بل بالعكس، الناس اللي هم عندهم المشاكل دي هم اولى الناس بانهم يهتموا جدا بالقضب في الوجبات بتاعتهم. اولا هيعزز الشبع، وفي نفس الوقت كمية كبيرة جدا من مضادات الأكسدة اللي بتساعد الجهاز المناعي. حاجة تالتة، الألياف اللي موجودة فيها كمان هتساعدهم انها تتخلص بجزء كبير من الكوليسترول. احنا عارفين ان الهرمونات بالنسبة للستات اللي هي بتاخد أدوية هرمونية عشان عندها مثلا تليف، عند ورم ليفي، عندها مش يعني عندها مشكلة واضطرت انها تاخد الأدوية دي، القضب هيساعدها جدا جدا. نفس الموضوع بالنسبة للناس اللي هي بتاخد كورتيزون او بتاخد اي ادوية بتزود وزنها، القضب
عامل مساعد جدا جدا. اولا زي ما قلنا هيقلل المدخول من السعرات، يعني المدخول من الطاقة. كمان نحاول بقدر الامكان نصوم. الصوم من العوامل المساعدة ومن الحاجات المهمة جدا. المية يا جماعة لازم نشرب مية كتير، مننا بينسى يشرب المية، ويمكن في بعض الناس ما بتشربش مية خالص ومعتمدة على شوية السوائل اللي بتاخدها في المشروبات، وده غير كافي. ونحاول نشرب كمية المية العادية بتاعتنا دي، ده هيساعدنا قوي. ولما نشرب احنا يعني في الغالب من 2.5 لتر ل 3 لتر. عايزة تحسبيها قوي، هي مش محتاجة ان احنا نقعد نحسب انا كام كيلو ومحتاجة اخد كام ملي لكل كام كيلو، لكن 3 ملي لكل كيلو. لكن في حاجة اسهل، لون اليورين، لون البول لو هو غامق قوي معناه ان انا محتاجة، جسمي محتاج اشرب مية. احيانا في ناس بتبقى عطشانة وبعدين تشعر انها محتاجة تاكل فتروح تاكل، وبعد شوية برضو تحس تاني، وهي مشكلتها الوحيدة مش انها المعدة فاضية من الاكل، لأ المشكلة الوحيدة بتاعتها انها تكون عطشانة. نخلي بالنا من الحاجات دي. الجوع والشبع اذا احنا فهمناه صح، اذا احنا اتعاملنا مع فطرتنا السليمة. حاولت ارجع يعني نرجع الذاكرة السليمة بتاعت مركز الجوع والشبع لأصولهم. ما أكلش أبدا إلا إذا فعلا المعدة فضيت. لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم إلا وأنت تشتهي. أنت تقوم وأنت لسه نفسك فيه، وربنا سبحانه وتعالى عمل لنا تباعد بين الوجبات عشان الهضم يتم بشكل جيد، يتم الامتصاص بشكل جيد، الانبوب الهاضم يبقى مرتاح. واكيد كلنا جربنا الشبع وعرفنا قد ايه الالم اللي بنحس بيه لما معدتنا تكون مليانه. والبعض منا يمكن ما بيرتاحش لما يرجع الاكل، وبعض الناس بتحتاج مواد هاضمه عشان تساعدها. ليه؟ العمليه بسيطه قوي. حتى لو الاكل يعني عجبنا وعايزين ناكل منه زيادة نبقى ناكل منه بعدين. وافضل حاجة بقى عشان نريح نفسنا خالص، احنا واحنا بنطبخ احنا كده كده احنا اللي بنطبخ، نعمل كميات قليلة. يعني اتذكر امي ربنا يديها الصحة والعافية، ده عمري ما كان بيفيض مننا اكل، بتعمل اكل بالظبط على قدنا وناكل ونبقى شبعانين من غير ما حد يملى بطنه على الاخر، والاكل بيكفي الكل. فنرجع تاني للفقه ده، ان احنا دايما نطبخ كميات قليلة ما يفضش منها وما تكونش زيادة علينا عشان الناس ما تملاش معدتها. الشبع خطر جدا، او ان احنا نتعهد الشبع خطر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يشبع كل الوجبات، ما شبع آل محمد من خبز بر وجبتين متتالتين، مفيش، او في يوم واحد او وجبتين في يوم واحد. فنخلي بالنا زي ما الجوع نداء من الجسم عشان ناكل عشان يحافظ على استبقائه، الشبع اذا كان في اسراف وفي زيادة ممكن ينقض البنية بان تتراكم المواد في البدن تسبب امراض، وبتسبب امراض يعني ما هياش يعني خطورتها مش قليلة، أمراض قلب مزمنة، سكر نوع تاني، ارتفاع في ضغط الدم. فده خطر جدا، نخلي بالنا من الحاجات دي. في عندنا العطش، ده مهم. ربنا سبحانه وتعالى قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني مش هتعطش فيها. الظمأ ده مرتبة من مراتب الاحتياج الى الماء، واحنا يعني المية مفيش خلية حية الا وهتحتاج المية، مفيش تفاعل كيميائي هيتم في الجسم الا محتاج مية، مفيش رسالة هتوصل الا محتاجة مية. فالمية في الجسم مهمة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، الحق سبحانه وتعالى يقول ذلك. فالمية هي الوسط اللي هيتم فيه التفاعلات الكيميائية، هي الوسط اللي هينقل العناصر الغذائية
الميه بين المفاصل او سائل اللي بين المفاصل اللي بيحركها لازم يبقى فيه سائل، هي الميه بتساعدنا في ان احنا نتخلص من الفضلات. عشان كده الناس اللي ما بتشربش كميه ميه كبيره او كافيه، يعني بلاش كبيره دي عشان احنا قلنا مفيش اسراف في اي حاجه، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الجسم بيحاول يحافظ على كميه او معدل معين من الميه عنده، فعمليه اخراج الميه من الجسم هتبقى عزيزه قوي. الكلى مش هتطلع الميه، يعني مش هتطلع كميه كبيره من الميه، وبالتالي هنلاقي كميه اليورين او كميه البول قليله جدا، وهنلاقيها غامقه قوي. ليه؟ عشان المواد مركزه فيها، وممكن نلاقي العرق برضو كميه العرق قليله. واذا ده حصل هلاقي عندهم مشاكل، هلاقي في صداع وارق وتعب ووهن، كل ده لما الميه تنقص. فليه بقى ممكن يحصل الكلام ده؟ ممكن نلاقي امساك كمان، هتتراكم المواد بتاعه الميتابوليزم بتاعتنا، ما هي عندنا مصانع جوه شغاله قلنا، وفي نفايات بتطلع، والنفايات دي مفروض الجسم يتخلص منها، جزء عن طريق الفضلات، جزء عن طريق الكلى، عن طريق التنفس، عن طريق العرق، وكل دول محتاجين ميه، والجسم هيشبط في شويه الميه اللي موجودين عنده، وبالتالي هتتراكم السموم في الجسم، وهتقلل المناعه، وهتتسبب في امراض. فنخلي بالنا ان نركز في شرب الميه، مهم جدا. بالنسبة للأكل زي ما نرجع تاني الحاجات اللي بتشبع، عندنا في أطعمة بتشبع وفي أطعمة تخلينا نجوع. الأطعمة اللي بتشبع هلاقيها الموزونة، الحق سبحانه وتعالى يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني فيها الألياف بتاعتها وفيتاميناتها وكل حاجة، ومصادر الطاقة، الكربوهيدرات، السكريات ونشويات وأحماض دهنية صحية والأحماض الأمينية. تقل الألياف يوم يبقى فيه جوع بسرعة، تزيد الألياف في الوجبة نلاقي نحس بالشبع فترة طويلة. لما ناكل حاجات مصنعة، يعني حاجات مأكولات فيها سكريات عالية وخصوصا السكريات البسيطة، يزيد عندنا معدل الانسولين، بعد كده السكر اللي في الدم الانسولين يحوله دهون، نبدأ نجوع ونجوع بسرعة جدا وهكذا. عشان كده الناس اللي بتاكل حلويات تلاقيهم على طول بياكل، نص ساعة تلاقيه جاع تاني ويرجع ياكل حلويات تاني وهكذا، يدخل في دايرة مش عارف يخلص منها. ففي عندنا نهتم جدا بالأكل الموزون، لأن هو ده اللي هيحسسنا بالشبع. طبعا في أنواع من المأكولات بتدي شعور بالشبع فترة أطول، لأن هي بتقعد فترة طويلة في المعدة، زي الأكل اللي فيه كمية بروتين عالية، زي الأكل اللي فيه كمية دهون عالية. طبعا سكريات بيتم هضمها بسرعة جدا جدا، وزي ما قلنا بترفع معدل الانسولين في الدم، وبالتالي بنحس بالجوع بسرعة. نهتم جدا بالخضروات، وخاصة القضب اللي هي الخضروات الورقية، عشان نسبة الالياف فيها عالية. طبعا المكسرات برضو من الحاجات الكويسة جدا اللي فيها دهون صحية، وفي نفس الوقت فيها نسب الياف عالية.